أهلا بحضراتكم، عاملين إيه؟ نتمنى أنها تكون بداية أسبوع سعيدة على الجميع بإذن الله. النهاردة شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس، وأنا من غير مقدمات بدأت بده لأنه مهم جدا جدا، وأظن يهم كل واحد فينا بيتفرج. طبعا ده كان في إطار قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي واللي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان. طيب إيه اللي حصل في هذه الجلسة؟ خلال الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته اللي أكد خلالها الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة في السودان، وشدد على تكامل جهود مصر مع مختلف المسارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة السودانية. الكلمة شديدة الأهمية، وبالمناسبة تقريبا كل وكالات الدنيا نقلت كلمة فخامة الرئيس، ولهذا أدعوكم لمشاهدة هذا التقرير والاستماع لكلمة فخامته وبعدين نرجع نكمل الكلام. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير عام منظمة الإيجاد ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الإفريقي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة ورئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، أخي فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة ورئيس الاتحاد الإفريقي، أخي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق. إن اجتماعنا اليوم يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية قيمة رمزية بتأكيد استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية وكافة الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية للعمل معاً نحو سودان مستقر وآمن. السيدات والسادة، لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. ومن هنا تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 إبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة ومن بينها مصر. ويأتي اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدامي الحالي. السيدات والسادة، إن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة، وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة
ومنسقة يدعم بعضها البعض وتؤسس لخريطة الطريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة لجميع أطياف الشعب السوداني. وتؤكد مصر في هذا الصدد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفاً أصيلاً ولكونها الأكثر تأثراً بالأزمة والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت. لقد طلعت مصر بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري. واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها. أهمها أولاً ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية. ثانياً وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار. ثالثاً إن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول. وتؤكد مصر في هذا الصدد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. رابعاً إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب. وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين. وأدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور. السيدات والسادة، في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقي وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي، وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور. الأشقاء الأعزاء، أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستظهر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقائه الأفارقة والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفة. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضارة المصرية القديمة، انتوا عارفين الحضارة المصرية القديمة دي حضارة فعلا مذهلة، ومذهلة حتى هذه اللحظة. يعني كل يوم تلاقي اكتشافات كتير جدا وهتلاقيها مهولة جدا وهتلاقيها مبهرة جدا، بل انه حتى البحث في الحضارة المصرية القديمة وعلم المصريات بين قوسين ايجيبتولوجي هتلاقيه كمان مش بس علم متعلق بالحضارة وحسب أي يناقش ما تم اكتشافه الأول، علم طبعا متطور ووصلت أبحاث كتير جدا لمسألة عمر هذه الحضارة. هل هي 5000؟ هل هي 7000؟ هل هي 8؟ هل هي 12؟ هل هي أكتر؟
كثير من الأوراق البحثية في كل حتة في العالم. انبهار العالم بهذه الحضارة وبهذا الإرث العظيم اللي سابهولنا الأجداد واللي بيساهم في اكتشافه وتقدر تعتبر إعادة بعثه الأبناء، ده شيء عظيم جدا، وإن كان هو الأوجب بالحماية. في أبحاث وكشوفات مهمة جدا كانت بتتعمل في سقارة يمكن أظن خلال الثلاث أو الأربع سنين اللي فاتوا، وهنا طبعا هيصححني الدكتور مصطفى وزيري على طول بعد شوية. الله، دكتور مصطفى موجود معنا؟ أهلا 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 يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. كنت أنا بقول الأبحاث والتنقيب في سقارة بقاله كام سنة دلوقتي؟ ده الموسم السادس اللي احنا بدأناه في 1 سبتمبر الماضي. فاحنا بنتكلم لما بدأنا في أبريل 2018، فاحنا بقالنا 5 سنين وده الموسم السادس. مظبوط. سقارة خرجت لنا ايه لحد دلوقتي واحنا اصبح في عندنا اكبر ورشتين للتحنيط؟ ما الذي اتت به سقارة؟ ده سؤال جميل جدا، لكن الاجابه بتاعته هتبقى طويله قوي يا استاذ حسين. يا سلام يا سلام، على قلبنا زي العسل. بص يا فندم، قول. البعثه المصريه، وكان لي الشرف ان انا ابقى رئيس لهذه البعثه المصريه الخالصه بايادي مصريه، بدانا في العمل في هذه المنطقه من ابريل 2018. حلو. 6 شهور بالضبط رفعنا كم كبير جدا من الرديم في منطقه تسمى منطقه البوبستيان. ظهرت معانا أجمل مقبرة أذهلت العالم تسمى مقبرة وحدي، ب65 تمثال منحوت في الجبل، ألوان ونقوش في منتهى الروعة، ترجع للدولة القديمة، أسرة الخمسة، 4400 سنة عمر تقريبا. استأنفت أعمال الحفاية في الموسم اللي وراه. اكتشفنا كم كبير جدا من المومياوات الحيوانية المحنطة. لقينا أكتر من 600-700 قطة محنطة، وده كان شيء طبيعي. ليه؟ ده كان في قطة عملاق، كان في قطة عملاق كده دكتور مصطفى، أنا شفته في الفيلم، حتى كنت منور الفيلم بتاع سقارة طبعا، لقيت قطة عملاق. ده طلع إيه ده؟ لا لسه جاي لك فيها دي. ماشي. لقينا 500-600 قطة محنطة، وده كان شيء طبيعي لأن إحنا بنشتغل في معبد اسمه معبد البوبستيان، الاسم مشتق من كلمة الإلهة باستت القطة، فكان طبيعي جدا القدماء المصريين يروح مكان، نركز في الحتة دي يا أستاذ حسين الله يخليك، يروح مكان يشتري فيه قطة محنطة ويقدمها كقربان للإلهة باستت. ودي بتفكرنا اليومين دول أنا عايز أروح أزور أحد أقاربي مدفون في قبره، بروح أتوقف عند محل اللي بيع الورود، بشتري بوكي ورد وبسيبه قدام القبر بتاعه. القدماء المصريين كان بيقف عند مكان بيجيب منه الموميا المحنطة القطة وبيقدمها قربان للإلهة باستت. حلو. كويس. أثناء الحفاير لقينا مومياوات حيوانية، لا حجمها أكبر شوية. إحنا لو كلمنا الأولانية دي بنتكلم على 25 سنتي تقريبا، دي إحنا بنتكلم على 90 سنتي. من وين هتبقى قطة؟ جبنا السكان، اتعمل لها سكان الموميا دي، اتضح انها مومياء شبل اسد، ولاول مره تظهر على مستوى العالم بالرغم من وجود 250 بعثه اجنبيه، من الرغم من البعثات بتشتغل من 100 سنه واكثر، لكن الحمد لله كان التوفيق علينا معانا. احنا لقينا 5 مومياوات لاشبال اسود، السن من 8 الى 10 اشهر سن عمر تقريبا. بعدها بكام يوم لقينا موميا غريبة الشكل، الجسم صغير والديل كبير، ايه ده؟ مومية ايه دي؟ برضه نفس القصة، بدأت عمل الاسكان، اتضح انها مومية حيوان النمس. جميل. كملنا حفاير، لقينا مومية صغيرة جدا، تبدو كما لو كانت 15 سنتي تقريبا، 20 سنتي بكتير، لا 15. ايه دي؟ اتضح بعد الاسكان انها مومية ما تسمى الفيرفت كونكي او مومية النسناس. برضه دي مومياوات نادرة لم يتم الكشف عنها من قبل في أي حتة فيك جمهورية مصر العربية ولا العالم. استأنفنا أعمال الحفاير الموسم الرابع، لقينا آبار كبيرة جدا عميقة تحت الأرض بعمق 12 و13 و15 متر، نزلنا لقينا توابيت خشبية بمومياوات آدمية، حاجة رائعة.
الله، كمية المومياوات الآدمية دي معناها إيه يا حسين؟ معناها إيه؟ أيوة. معناها إيه يا أستاذ يوسف الله يكرمك؟ قول لي يا دكتور. معناها إن في بيت تحنيط، معناها إن في ورشة بتخدم على الكلام ده، مظبوط؟ صح. حلو قوي. نكمل يا أستاذ يوسف الله يخليك. طلعنا الكشف الأولاني، البير الأولاني، ثم البير الثاني، كان في الأولاني 50 تابوت، ثم الثاني 157 تابوت، ثم الثالث 250 تابوت. جميل. الموسم الخامس كان في أعلناه في 30/5/2022. أنا ماشي معاك بسيكونس كده عشان أيوه. السادة المشاهدين يبقوا متابعين معانا إيه أحداث سقارة. ماشي. 30/5/2022 اكتشفنا خبيئة تماثيل برونزية أغلبها للقطط، بس تماثيل بقى برونزية. جميل. اكتشفنا أدوات تجميل في منتهى الروعة، واكتشفنا برضو توابيت ملونة وحاجة في منتهى الجمال، غير بقى كم كبير جدا من التماثيل بتاع سكر والأواني الكروبية وإلى آخره. جميل. حلو. طبعا الحاجات دي كلها بتروح على متاحف، ده كان عهدنا واتفقنا ان في عندنا لجنه تسمى لجنه سيناريو العرض المتحفي. دي دورها انها اي كشف يعرض عليها اللغه الاثريه تقول ده ينفع لشرم الشيخ، ده ينفع للغردقه، ده ينفع للقاهره، ده ينفع لسوهاج، ده ينفع للاقصر، ده ينفع لاسوان. متاحفنا كويس. جينا بعد ما خلصنا الكشف ده كملنا توقفنا طبعا السنه الماليه، بدانا في شهر 8 بصينا لينا في بير، والبير ده نازل تحت صور من اللبن اللي موجود ده عندنا في الفلسطين. ما قدرناش ننزل تحت الصور خشيه ان الصور ينهال على العمال او الى اخره، قلنا لا احنا نطلع من الناحيه الثانيه ونشوف طالما ده مؤدي الى هذا المكان. وكانت في نيتنا ان احنا عايزين نعرف بالظبط المومياوات دي اتحنطت فين، الآدمية والحيوانية، أكيد ليها مكان قريب هنا يسمى بيت التحنيط عند المصري القديم. أيوه. أول ما بدأنا في أول شهرين برفع رجيم وظهرت معانا بداية سراير، والسراير دي واضح تماما داخل مبنى من الطوب اللبن، لا السراير دي سراير تحنيط. السرير بزاوية ميل يا أستاذ يوسف، السرير بزاوية ميل. أيوه. آخر زاوية الميل من تحت فيها ثقب زي المزراب يبقى بيقف عند المحنط، تبقى دي ترابيزه تشريح. الله ينور عليك. الاول بيغسل الاول يغسل الموميا ادميه او حيوانيه، خلينا نتفق على الاثنين. أيوة. ادميه او حيوانيه بيغسلها، الميه دي بتنزل من فين؟ تنزل من المكان الثقب اللي بينزل منها، ثم عمليه الفتح، واذا كان في دم بينزل بيتغسل بينزل من هذا المكان، ثم بتتشال الاحشاء اللي بتتحط في اواني كانوبيه. أحشاء دي عبارة عن المعدة وأمعاء وكبد ورئتين بيتحطوا في أواني كانوبية. ثم لقينا الأدوات اللي استخدمها، ولقينا كميات كبيرة جدا من ملح النيترون، ثم لقينا كميات كبيرة جدا من لفائف الباردي، ثم لقينا برضو كور كبيرة جدا من مادة الراتينج أو الريزن اللي هي المادة السوداء، إحنا بنسميها القطران أو الزفت أو البلاك، حاجة زي كده أشبه ما يقول، دي اللي كان بيتهم بها جلد المتوفى للحفاظ عليه علشان يعزله عن الجو، عزله بينه وبين الجو الخارجي عشان ما يحصلش نوع من انواع التفاعل الكيميائي فتتبهدل المومياء. ثم تلف بلفائف كتانيه يصل في مجملها 15 16 17 لفه عشان يقدر يحافظ عليها، ثم توضع في التابوت ثم تنزل المقبره. ده السيكونس اللي انا حكيته لحضرتك من ابريل 2018 لغايه لما اعلنا الكشف النهارده. طيب انا يمكن سؤالين، وانا عارف حضرتك بتنام بدري جدا. اول سؤال وانا في السريع والله، اول سؤال، هل نقدر دلوقتي نعرف مين اصحاب المومياوات دي ولا لسه جاري العمل عليها؟ المومياوات الادميه دي ما تبانش الموميا انها مومية مين، لكن جوه التابوت لما بتتحط في التابوت ممكن يتعرف لو في هنا اسم صاحب التابوت، انما كل التوابيت اللي اتلقت اغلبها كلها كهنه، وكلها كانت بتندفن في هذا المكان تبركا. هرجع تاني وافكر حضرتك والساده المشاهدين، انا لو كان لي حظ سعيد ان انا رحت في مره عملت عمره او عملت حج وتوفاني الله، احب ان ادفن في البقيع. صح. عايز تقول يا مصطفى؟ عايز اقول ان القدماء المصريين بيجي يقرب على البقعة المقدسة اللي هي معبد الإله باستت ويحب يدفن أقرب ما يكون لهذا المكان المقدس. فدي مكان مقدس في الحضارة المصرية القديمة، مكان مبارك يعني. مكان مبارك لأنه ده معبد للإله باستت، الإله القطة، إله الحامية، فكل من اقترب منها في مقبرته يضمن أنه هو يبعث معها في العالم الآخر ويتذكرها، يقول لها أنا اللي كنت بقدم لك القرابين ولا اتفقت معاكي عشان أبعث معاك
في العالم الآخر كنوع من أنواع التبرك. هل الكشف انتهى بالشكل ده؟ لا، إحنا لينا مقبرتين، مقبرة من أروع ما يكون لشخص يدعى إيه ونسمع اسمه الجميل مي حسود طار. تمام. الرجل ده دولة قديمة، أسرة 5 4400 سنة. طب الوظائف اللي خدها وظائف دينية وظائف دنيوية. طب الوظائف الدنيوية كان بيشتغل كبير كهنة، وكان بص التايتل الوظيفي ده يا أستاذ يوسف، أيوة، المسؤول القانوني عن شق الترع والمصارف. ده وزير الري يعني، مسؤول نسميها كده، المسؤول القانوني عن شق الترع والمصارف. خد لقب بعد كده الكاهن الإله حورس وكاهن الإله معايد. نظر المقبرة والنقوش اللي فيها حاجة في منتهى الجمال، بيتكلم على حياة يومية، جلسة جميلة جدا هو ومراته وأولاده، في جلسة عاطفية رائعة، يتقدموا حامل القرابين، بيقدموا القرابين، بيتفرج على حفلة موسيقية فيها عزيف الهارب وعزيف الناي، بيتكلم على بيشهد عملية الحصاد، منظر سوري يعني منظر الحمير وهو بيجريها على بعد حصاد القمح في التبن ده، او يعني كده عشان يلعب دور الاجهزه اللي بتستخدم حاليا زي الدراسه اللي هو بيدرس القمح، فهو بيحرك الحمير رايح جاي عشان يقوم بعمليه انهم يدرسوا هذا المحصول، ثم يتجمع في صومعته، ثم منظر ثاني لذبح الاضاحي وتقدمه القرابين. لا، منظر جميل جدا في هذه المقبره. طب صح، بعد المقبره دي في مقبره ثانيه ترجع للدولة الحديثة لشخص يدعى من خبرع أيام من فترة الملك تحتمس 3 وتحتمس 4، يعني بتتكلم ما يخرج من 3400 سنة عمر تقريبا. اتلقى فيها تمثال ألاباستر. النهاردة عيني جابت الثلاثة اللي موجودين في هذا الكشف، ممثلي متحف الحضارة وممثلي المتحف المصري الكبير ومتحف المصري في التحرير، كلهم عينيهم على التمثال، كل واحد بيتكلم ان التمثال ده يلزمه في المتحف بتاعه. طبعا ده مش قراري، ده قرار لجنه سيناريو العرض المتحفي اللي انا حكيت على حضرتك في الاول. ايه السر يا دكتور ورا انه يمكن خلال ال7-8 سنين اللي فاتوا، وصححني في استخدام المصطلح ارجوك لو انا بستخدم المصطلح ده او التعبير ده بشكل غير دقيق، أروع ما تم كشفه في حضارتنا المصرية القديمة تم خلال الكام سنة اللي فاتوا دول بإيدين المصريين مش بإيدين الأجانب؟ أيوة. طب أأكد على المعلومة دي وفسرها. أنا بأكد عليها طبعا مش عشان أنا مصري. حلو. لا، خش جوجلت، شوف أي صحف العالم، أي قناة العالم، خش كل الاكتشافات على مدار ال5 سنين اللي فاتت كلها الحمد لله بأيادي مصرية ولله الحمد. الحمد لله. السؤال والتفسير مصطفى يا وزيري. نعم يا استاذ يوسف. عندك كم بعثة أجنبية تعمل في مصر؟ عندنا 250 بعثة أجنبية تعمل في مصر. طب اكتشافاتهم على مدار السنين اللي فاتت يعني الحمد لله كويسة بنت حلال. طيب ليه البعثة الأجنبية بتعمل شهر أو شهرين بحد أقصى في السنة، البعثة المصرية لا يهمها شتاء ولا صيف ولا ربيع ولا خريف ولا برد ولا مطر ولا عواصف ولا الكلام ده كله، بتشتغل على الأقل 10 شهور في السنة. 1-2، ماذا عن البعثات الأجنبية؟ تعرف يا أستاذ يوسف أنه بيعتمد اعتماد كلي دلوقتي على العمالة المصرية والمرممين المصريين والحفارين المصريين والعامل الفني المصري والرسام المصري، كل حاجة. ليه؟ 1، خبرة غير عادية حاليا. 2، برضو مهما كان إلى حد ما أرخص نجيب حد من بره بفلوس بطيران بإقامة بالكلام ده كله، فمهما كان مفتش الأسرار خبرة أكتر ومفيش اكسبنسز، مفيش تكلفه كتيره. صحيح. زي اللي هيجيبه من بره، فاصبح يعتمد بنسبه اكتر من 95% على المصري سواء عامل او مرمم او مفتش او رسام. واحنا دلوقتي عندنا كل التخصصات ولله الحمد، من ساعه لما بدانا مدرسه تسمى مدرسه حفائر متخصصه. طب عندنا موميا عايزين نشوف التشريح بتاعها، عندنا احسن واحده مصريه في تشريح المومياوات او العفة الاناتومي التشريح. ايوه. عندنا احسن واحد لعلم الفخار، يشوف الفخاره دي يقول ده دي اسره 3، لا دي اسره 7، لا دي اسره 9، الاسره 15، لا دي دوله حديثه، لا ده جاي مستورد من الخارج. ده كل ده مش بتكلم على فرد، انا بتكلم هناك المئات من المصريين متخصصين في الفخار، مئات من المصريين متخصصين في الانثروبولوجي،
هناك المئات من المصريين متخصصين في الرسم الاثري، في التوثيق، في كل التخصصات. الحمد لله عندنا ما يقرب من 2000 مفتش اثار حفارين بجوده عاليه جدا جدا جدا، يديروا انضف موقع واحسن موقع فيك يا جمهوريه مصر العربيه. ده وقدود دايما، ده وقدود. دكتور انا مش عارف اقول لك شكرا على ايه ولا ايه، وكمان مبروك يعني، وهلم جره زي ما بيتقال. عايزين اكتشافات جديده كل يوم، الطمع في الخير بيبقى من ضمن الفضائل. اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر. الدكتور مصطفى وزيري، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. سمعتوا ده بالمناسبه لو احنا جينا خدناه كده هترجع بيها على الحوار الوطني. والله بكلمك بجد، الكلام اللي اتقال مع الدكتور مصطفى وزيري او من الدكتور مصطفى وزيري بالتحديد هو جزء رئيسي، بل اعتبره انه الركن الركين لثقافتك وهويتك. مصر مش كده ولا ايه؟ طيب بما ان احنا اتكلمنا عن او جبنا سيره الحوار الوطني، فخليني اتكلم معاك بشكل اكتر تخصصيا لو صح التعبير، وتحديدا حول استجابة الحوار الوطني واستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة فخامة رئيس الجمهورية. قرر مجلس الأمناء في اجتماعه النهاردة عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، وده بناء على توجيهات رئيس الجمهورية. هيتم عقد الجلسة دي إن شاء الله يوم الأربع الجاي الموافق 31 مايو 2023، هتبدأ إن شاء الله الساعة 12 الظهر في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر كما جرت العادة في جلسات الحوار. معانا على التليفون دكتور جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. أهلا بك يا دكتور جيهان. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام، الحمد لله كله إحنا تمام. كلنا دلوقتي بنتساءل قبل ما يجي يوم الأربع، إيه هو المجلس الأعلى للتعليم والتدريب؟ وإيه شكل القانون اللي هيتعرض من خلال الحوار الوطني؟ وبالتأكيد بعد كده هيدخل لمجلس النواب. هو يعني إحنا فعلا تم عرض مقترح مشروع للقانون، وإحنا في أثناء جلسة الحوار في التعليم قبل الجامعي اللي هو فعلا متقدمة بالحكومة، وفعلا احنا اسعدني جدا جدا هذا المقترح، مقترح انشاء اكاديمية المجلس الوطني الخاص بالتدريب، يعني حاجة ملمة وشاملة جدا لتطوير المدرس، شامل كل كل الهيئات المعنية بعملية تعليمية، من المجلس الأعلى للجامعات، من الوزارات التربية والتعليم، من فئات متعددة ومتنوعة. يعني في النهاية بنقول إن في تكامل مؤسسي بين كل من هو مهتم بالعملية التعليمية، مش هتبقى تقول فقط على وزارة التربية والتعليم اللي هي عملية التدريب. ولما بنيجي نتكلم حاليا ونقول على المدرس إن هو يكون على مستوى عالي من عملية التدريب والتثقيف، يمكن الوزارة بإمكانياتها أو بالضغط وبالكثافة الموجودة عليها وعملين نطالب بزيادة أعداد المدرسين، وفعلا وإن المدرس اللي بيدرس المنهج اللي فعلا على الرغم من الصعاب اللي موجودة فيه أو إن إحنا فيه بعض أولياء الأمور بيشكوا منه، ولكن بنلاقي إن فعلا هم نفسهم بيقولوا المنهج اتطور والمنهج اتغير وبقى فيه في المهارات التعليمية موجودة فيه زي العصر، المهارات الذهنية وأساليب التفكير العلمي الحديث اللي يتناسب مع الجمهورية الجديدة. فبناء عليه إن إحنا محتاجين مدرس فعلا على قدرة عالية جدا مع التعامل مع الأطفال في السن ده بالمهارات اللي مطلوبة، يعني مش الأسلوب إن معلش اللي أنا اتدربت عليه أو المدرس بتاعي، مع احترامي الشديد لاساتذتنا طبعا يعني هم طلعوا مننا اجيال عظيمه جدا، ولكن الوسائل التكنولوجيه الحديثه اللي دخلت في العمليه التعليميه بتقتضي اللي احنا لازم فعلا نكون على درايه واسعه بيها او شامله بيها. وكل هذه الاكاديميه فعلا هيبقى فيها ناس متخصصه جدا جدا على احدث الاساليب العلميه اللي هي هتؤهل، احنا من دلوقتي بنقول زياده مدرسين كل سنه ما يعادل او ما لا يقل عن 30,000 مدرس. طب هل ال 30,000 مدرس دول فعلا بيتم تدريبهم او هم مدربين عشان انا اقدر اقول ان هم هيتوزعوا هينتشروا في المدارس على مختلف ربوع مصر
وان الفكر جمهورية جديدة وهم مؤمنين لذلك، أعتقد أن لا، يمكن وجود هذه الأكاديمية أو فعلا اللي هو الجهة المتخصصة اللي بنقول عليها ممكن تبقى زي نقول اليد العليا أو الأبر هاند، اللي احنا فعلا تطلع عندي أستاذ أو مدرس أو هي ليها كل ما هو بيتعلق بالنواحي الحديثة اللي هي الخاصة بالعملية التعليمية. بس النواحي الحديثة دي يا دكتور جيهان، أنا أسف على المقاطعة، النواحي الحديثة دي هل مسألة التدريب على التكنولوجيا الحديثة، ولا أنه يبقى المدرس مدرب على الأنماط الجديدة في التدريس والتعلم؟ يعني بره هي كلها حضرتك مكملة لبعضها، هي كلها بتخدم على بعض، مفيش حاجة بتختلف على حاجة. هل حضرتك هل اساليب اللي هو التدريس في الفتره في واحنا في 2023 زي سنه 2000 ولا زي السنوات السابقه؟ كل علم من العلوم، كل دراسه من الدراسه حصل فيها زي طريقه توصيل المفاهيم للطلبه، مع اللي هو مع مش هنبقى على المستوى المحلي ده، لازم الطفل بتاعي يكون على درايه بالمستوى، يبقى عنده مفاهيم اكثر عالميه، يعني ازاي يتواصل وازاي فعلا يبقى في مقارنه ما بين كل حاجه مصر والدول الثانيه، ازاي طب الدوله دي نهضت في ايه واحنا بنتميز بايه، وايه هو وسائل الابتكار الجديده. انا عايزه اطلع دلوقتي اطفال، وهم فعلا الاطفال في السن ده عندهم مهارات ذهنيه فعلا عاليه جدا. فلازم أيوة، انا عايز المدرس يبقى، بس ده تصوري كأب برضه، يعني انه يبقى قادر يستوعب ان هو مش داخل يدي درس ويخرج في الحصه، انا عايزه يبقى قادر ازاي يتفاهم مع الاولاد، قادر ازاي يستوعب الانماط التفكيريه والسلوكيه المختلفه للاولاد، قادر يكرس جواهم فضيله المناقشه والمقارنه والمفاضله، مش هو ده الدرس وهنقوله ونكتبه على السبوره ونروح. تمام، هو فعلا الفكر وجود هذه الاكاديميه في الفتره دي هو ده فعلا الدافع لوجود هذه لانشائها، او لوجود ما يؤهل المدرس بالفعل، مش هو اللي داخل يدي حصه عايز يخرج بسرعه عشان ياخد الدرس، لا، العمليه التعليميه اختلفت وفعلا ليها نظره مختلفه، واحنا فعلا في مرحله انتقاليه. يعني انا دايما اقول احنا لازم في العمليه التعليميه كل سنه في مميزات بتحصل وفي سلبيات، وعلينا كدوله ان احنا فعلا نتدارج هذه السلبيات. يعني مش هتقدر تغير المنظومه 100% من سنه للثانيه، ولكن على مراحل تدريجيه. المناهج الدراسيه المطروحه فعلا حصل فيها تغيير، هل في الحاله دي يعني من اهم القضايا اللي اثيرت، هل هي مناسبه للفتره الزمنيه؟ هل عدد الايام الدراسيه بيكفي لهذا المنهج ولا لا يكفي؟ فبالتالي كل القضايا اللي احنا في محور التعليم ناقشناها حتى في الحوار الوطني اللي بشكر فخامه الرئيس فعلا على ان هو اتاح لينا كافه مؤسسات الدوله وكافه الاحزاب واولياء الامور والطلبه والمدرسين. حقيقي حضرتك استمعنا فعلا في هذه الجلسه الحواريه لكل القضايا اللي هي فعلا احنا في اسره مصريه بنتكلم فيها مع بعض. لما نيجي حضرتك تقول لي الاكاديميه الوطنيه للتهذيب والتصنيف، دي فعلا من اهم يعني عارف حضرتك لما تقول انت فعلا داعم، انت عايز تطور، طب اطور ازاي؟ مساله كمان، ده هيبقى مجلس اعلى شامل جامع للعمليه التعليميه في مصر، سواء اذا كانت ما قبل الجامعي او التعليم الجامعي او حتى البحث العلمي فيما بعد الجامعه من دراسات مختلفه كمان، وده في حد ذاته ده هيخلق نقله بجد جوه مصر. هتاخده فعلا من هو لسه براعم صغيره، مرحله تعليم اساسي، ومش هتسيبه كمان، وبالعكس ده حتى لما يتخرج من الجامعه. حضرتك عندنا شباب كتير قوي مقدم براءات اختراع، طب الناس دي فين؟ الناس دي احنا لازم نهتم بهؤلاء الشباب. انا عندي في شباب في مصر فعلا يستحقوا ان الدوله تستفيد بخبراتهم. فوجود هذه يعني الاكاديميه او المجلس الاعلى اللي بيشمل بقى ما قبل الجامعي وما بيشمل الجامعي بفئات متعدده ومتنوعه، يبقى فعلا احنا فعلا في اتجاه جمهوريه جديده. يا ميسر الحال، يا ميسر الحالة دكتور جيهان، أشكرك جدا. دكتور جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. بص، تتقدم الأمم
بتقدم مسار العملية التعليمية ومحتوى العملية التعليمية وآليات العملية التعليمية وكيفية إدارة العملية التعليمية من أول الوحدة الصغيرة مدرس جوه الفصل. تاني، مدرس جوه الفصل. لو المدرس اللي جوه الفصل بتاع أنا جاي أعمل الشغلانة وروح، هتبقى مشكلة كبيرة، أو هي كانت مشكلة بالمناسبة يعني. لو المدرس جاي وهو شايف أن عنده رسالة عظيمة ومهمة في تطوير مجتمع ووطن، هتلاقي المشكلة بقت قد كده هو. ولهذا أعتقد، مجرد اعتقاد، أنه ده السبب وراء أن الرئيس عاوز مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب. مش بس التعليم والتدريب، مش بس التعليم بمفهومه الدقيق جوه المدرسة، ولا بس جوه الجامعة، البحث الأكاديمي، البحث العلمي، التدريب، علشان أبقى أنا بني آدم جاهز مؤهل جدا للقيام بمهمة ما أيا كان اسمها جوه مصر وبره مصر. احنا لسنين فاتت زمان كان يجي يقول لك ايه، والله مثلا يعني كلية الهندسة يعني بتخش مدني، بتخش عمارة، بتخش ميكانيكا، بتخش كهرباء، وشوية حاجات كمبيوتر لما يعني شوية قدام وهكذا. أصبح العالم بيتكلم في حاجة تانية خالص، وتخصصات شديدة التخصص، ده جوه هندسة. نفس القصة جوه كليات الطب، نفس القصة جوه كليات إدارة الأعمال. مفيش حاجة اسمها أنا واخد بكالوريوس إدارة أعمال في الإيه؟ إدارة أعمال في الإيه؟ العالم بيذهب إلى منتهى التخصص، والعالم يقدر قيمة العلم والعمل، وده اللي عايزه الرئيس لمصر. طيب، بنتكلم على استئناف الجلسات النقاشية للحوار الوطني يوم الحد بإذن الله، يوم 4/6، يعني مش الحد اللي هو بكرة ده، بكرة 28 مفيش. وفي عندنا الجلسة الخاصة جدا اللي هتتعمل على المحور أو يعني جوه التعليم في مسألة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب. أما يوم الحد فيتم استئناف بقى بقية الموضوعات في المحور السياسي، واللي هتتضمن تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات. معانا على التليفون سيادة النائب دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا سيادة النائب، عامل إيه يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، كله تمام. يتم الاستئناف على طول يوم الأحد 4 يونيو، مش كده؟ إن شاء الله يوم الأحد. أبرز النقاط اللي هتبقى مطروحة في جلسة 4 يونيو هتبقى يا دكتور؟ والله في جزئين، في جزء طبعًا خاص بالمحور السياسي الخاص بمجلس النواب، عدد أعضاء مجلس النواب، هيقعد لها جلسة. وفي جلستين هيبقوا موجودين للعمل الاهلي، يعني معوقات لتعوق العمل الاهلي والحديث حول قانون 179 سنه 2019. عظيم. انا طبعا عارف ان العمل الاهلي طبعا هو النهارده يعني في غايه في الاهميه، ما اصبحش مساله يعني تكميليه، ولكن اصبح مجال اساسي. فاحنا طبعا عندنا يعني حوالي 36,000 جمعيه ومؤسسه اهليه اللي وفرت اوضاعها حتى الان، معنية بكثير من كل قضايا المجتمع. وفي طبعا اتحاد الوطن العمل الاهلي السماوي اللي اعلن عنه في مارس 2022. فاحنا عندنا قانون 149 سنه 2019. طبعا احنا كان يعني بنحيي الرئيس عبد التحسيني اللي هو كان صاحب الفضل في وقت العمل بقانون 70 سنه 2017، اللي هو كان عليه خلافات شديده وكان في اعاقه العمل الاهلي من خلاله. وطبعا القانون 149 برضه احنا لنا عديد على 149 شويه برضه تحفظات، يعني ممكن على سبيل المثال احنا بنتكلم على الاعفاءات والمزايا التي تقدم الى الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي هي بتساهم مساهمه حقيقيه في مسيره التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله. احنا عندنا جمعيات اهليه تقدم خدمات صحيه بنسبه تصل اكثر من 30% من جمله الخدمات الصحيه. عندنا جمعيات اهليه بتساهم في المساهمه في التصدي للفقر. ايضا في جمعيات اهليه في مجال التعليم، في مجال تنميه المجتمع، في حمايه المستهلك، في رعاية المسجونين وأسرهم، الغارمات، كل الكلام ده على البيئة، ذوي الإعاقة، احنا بنتكلم 18 مجال يعني. فالجمعيات الأهلية للأسف الشديد في المزايا والإعفاءات قانون السعوديين بتعامل معاملة استهلاك المنزلي، يعني بعد كده تتحول إلى نظام تجاري، وإحنا جمعيات أهلية كيانات غير هادفة للربح. بينما مثلا مراكز الشباب والأندية الرياضية بياخد إعفاءات من الكهرباء والمية والغاز 75% تخفيض.
طبعا يعني اعتقد الدور اللي بتقوم بالجمعيات لا يقل اهميه على الدور اللي بتقوم بمراكز الشباب والانديه الرياضيه. طبعا عن ذلك طبعا احنا عندنا بعض الامور زي صندوق دعم الجمعيات الاهليه. احنا قلنا صندوق مستقل ويكون له شخصيه اعتباريه ويبقى يعني يبقى يفيد الجمعيات الاهليه، ما ينفعش يعني تبقى امواله الاداره الماليه ويعني المساله بتبقى فيه هيفقد جزء كبير من الدور اللي بيقوم بيه. عندنا يعني ضرائب مثلا الجمعيات اللي هي بتفرض عليها ضريبه زي ضريبه القيمه المضافه وضريبه الدخل العام، وهذه الضرائب كلها طبعا المجتمع الا ما يكسبش تفرض عليها ضرائب كل دي ليه؟ يعني مصلحه مين؟ احنا عايزين النهارده العمل الاهلي ينطلق ماشيه مع ماده 75 للدستور. الماده 75 للدستور بتقول للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهليه على اساس ديمقراطي، وان الجمعيات تحصل على الشخصيه الاعتباريه مجرد اختيار، وانها تمارس نشاطها بحريه ولا تدخل للجهات الاداريه في شؤونها، ولا يجوز حلها او حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي. احنا عايزين ندفع عن الجمعيات الاهليه، وتفعيل الجمعيات الاهليه دي شيء غايه في الاهميه، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر شخص واكثر قياده ده يعني كل العصور اللي احنا شفناها واشتغلنا فيها دعم من المجتمع الاهلي. عندنا التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي استطاع في خلال 10 اشهر من مارس 2022 يناير 2023 ان هو يساعد الاسر الاكثر احتياجا حوالي 14 مليار جنيه في صوره سواء انشطه علاجيه، انشطه تنمويه، مساعدات نقديه 147,000 مشروع، زراعه 150,000 فدان قمح وفول صويا. فكل ده العمل الاهلي، فاحنا عايزين نزيد كل المعوقات اللي بتعوق العمل الاهلي عشان ينطلق العمل الاهلي بالامل في مصر في كثير من القضايا، مش قضيه واحده، كل القضايا ممكن العمل الاهلي يبقى ليه دور ودور مهم جدا جدا جدا. طبعا مفيش خلاف العمل الاهلي دوره في اي مجتمع فما بالنا يعني في العالم كله مهم جدا، فما بالنا داخل المجتمع المصري ويحتاج لهذا التضافر من بين الجمعيات الاهليه الحقيقه. اشكرك جدا جدا سياده النائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. احنا هنطلع فاصل صح، بس قبل الفاصل بقى بص انت ممكن تستغرب، بس انا هقول لك انه في حاجات كتير كانت تفاصيل قديمة جدا موجودة في حياتنا، وانا اظن ان ليها سحر ما. الناس بتحب تسميها كده الحنين للماضي، نوستالجيا. مسألة ابعد من كده، بتتكلم على بعض الحاجات والاجهزة والمعدات مثلا اللي كانت موجودة في البيوت المصرية وكانت موجودة في كل العالم، يعني مش عندنا احنا بس. الحاجات دي كانت بتتعمل بمنتهى الدقة وكان ليها شكل كده زي وابور الجاز. انت عارف انه الفيلم الشهير بتاع نجيب الريحاني لما كان طالع بيشتغل في محل بيبيع بوابير جاز، المحل ده لسه موجود لحد دلوقتي بالمناسبة جنب شارع عبد العزيز، هو ولا زال بنفس اسمه، هو ولا زال يبيع بوابير الجاز بتاعت زمان هي علشان برضو تبقى عارف. هي صناعة وليها محترفينها سواء إذا كانوا اللي بيصنعوها أو اللي بيصلحوها، وأنا بشوف دايما أنه مهم قوي أن احنا نحافظ على الحاجات اللي زي كده، لأن دي بتبقى صناعات فيها صنعة ويد كده، صناعة بالإيد ودقة وفتح بيوت ناس. ولا زالت بعض هذه الأدوات زي بوابير الجاز بتلقى رواج بالمناسبة، ما هيش بدليل ان المحل موجود عمره أكتر من 100 سنة دلوقتي ولسه بيشتغل الحمد لله ما شاء الله، وبيبيع وبيكسب وزي الفل يعني. وبالتالي مهم جدا ان احنا نحافظ على المرتبطين بهذا النوع من الصناعة. تصليح بوابير الجاز اعتبرها واحدة من المهن التي تتحدى الزمن وتقاومه وبرضه في دمياط. تعال نشوف عم أنيس بيصلح بوابير جاز بقاله 50 سنة، ربنا يديله الصحة. شوف التقرير وبعدين فاصل ونرجع نكمل الكلام. اسمي أنيس أحمد عطية، عندي 56 سنة وبشتغل في البوابير دي من 55 سنة، يعني وأنا في سنة أولى ابتدائي بشتغل فيها وما غيرتهاش لسه لغاية الوقت. أبويا كان موديني واحد صاحبه
فشغلنا عنده فعجبني الشغل دي زمان فاشتغلت وعمره ما سبتها لغاية الوقت. بس طبعا البوابير انكردت فقلبت بقى بعمل غاز بصلح حاجة أي حاجة، المهم الحمد لله ربنا بيكرمنا. زمان البوابير دي كانت بركة في الأكل والطبيخ والكلام ده، كان أحسن بيت عنده البابور. أنت ما تعرفش البابور؟ آه. فهو يعني كان أكل على البابور له طعم تاني غير البوتاجاز. حالياً أقول لك انكردت، ما عادش البوابير اللي قليل، بس الراجل اللي هو بيفهم الأكل إزاي والطعم إزاي يجيب البابور يصلحها. بعمل جوزة، دي جوزة بتاعت المشبك والقطايف بتاعت رمضان بعملها، واحد جايب لي كنكة ألحمها، أفهم؟ يعني أي حاجة بشتغل فيها المهم ربنا يكرمنا، بشوف عايز إيه بصلحها. يعني بابور مكتوم بيستلك، عايز فنية بعمله فنية، عايز جلدة بعمله جلدة، عايز لحام بلحمه، عايز عدة تتغير بنغيرها. والله أنا أتمنى إن ورشتي تبقى متحف، الناس تيجي تتفرجوا على الحاجة اللي عندي، بس ما ببيعش حاجة مني لأن أنا بتفرج عليها برتاح. يعني أي حاجة مقتنية يعني بسيبها كده اتفرج عليها، ما ارضاش ابيعها. يقول لي طب البعيد ما انت بكره تموت، واسيبها. اقول له لما اموت هم اللي بيتصرفوا فيها، انما انا طول ما انا عايش ما ابيعهاش. ازيكم عاملين؟ كل سنه وانتم طيبين. بقى الصيف بدا يدخل ويدخل دخله اللي هي يعني درجه الحراره النهارده على ترمومتر العربيه كانت تتراوح ما بين 35 ل 38 بالنهار. ما اعرفش دلوقتي واحنا بنتكلم كده تعمل كام، لكن عمليا الصيف دخل خلاص كده. بيقول يا جماعه اهلا وسهلا بيكم، الصيف لما بيدخل على طول بتزيد الاستهلاكات بتاعت الكهرباء، مروحة، تكييف، كل على حسب ما يتيسر لي، ماشي؟ طيب، والصيف كمان لما بيدخل ده معناها ان الولاد يخلصوا المدارس، يعني يبدأوا بقى ايه ما بيناموش بدري، يعني انوار بتضاء، يعني تلفزيونات شغالة، يعني كلام من على ايامنا بقى يقولك ايه، ونجيب افلام فيديو نقعد نتفرج بقى ايه بالليل وبتاعه، كان دي التسلية بتاعتنا يعني، أو جزء من التسلية اللي كنا بنتسلاها. أنا أقدر أقول إن إحنا الحمد لله، أظن كلنا بالمناسبة مش أنا بس، كلنا نقدر نقول إحنا الحمد لله ما بقاش في عندنا مشكلة كهرباء، بالعكس إحنا بلد أصبحت تصدر الكهرباء. الكهرباء الوزارة يعني وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتؤكد إنه استهلاكنا كمواطنين عدى 30,000 ميجا واط، إلا إنه الاحتياطي بتاعنا بيتخطى نصف الاحتياجات. دي بقى اللي انا محتاج افهمها، يعني ايه الاحتياطي يتخطى نصف الاحتياجات؟ مجرد فهم يعني. وانه الشبكه الحمد لله والشكر لله مستقره، ومش هنلجا، الوزاره لن تلجا لتخفيف الاحمال. معانا على التليفون دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يوسف بيه، تحياتي لحضرتك وتحياتي متابعينا الكرام، وكل سنه وحضرتك طيب. تحياتنا ليك يا دكتور. انا ماشي على العداد اللي بالشحن، ايه بقى ما اقولكش، ايه رايك فيه؟ بقيت فرحان. إيه رأيك؟ انا حاسس ان انا مواطن مختلف دلوقتي. يعني مواطن يتعامل مع التكنولوجيا الحديثه. لا هو كمان يعني هو بيمثل بالنسبه للمواطن نفسه او المشترك ان هو بيخليه او بيفتح له موضوع المتابعه، صح، ويقدر ان هو يبقى عارف بالظبط هو استهلك قد ايه، وصل انهي شريحه، سحب قد ايه الفلوس، فبالتالي يقدر يظبط يتحكم في الاستهلاك بتاعه علشان ما يتعديش ميزانيه معينه، فده ميزه بالزبط. مهمه جدا جدا يعني بالزبط. وبعدين مع اليات الشحن الجديده ان انت وانت قاعد في البيت تشحن عن طريق موبايل بتطبيقات سهله، عن طريق محفظه بنكيه، فالموضوع بقى الحمد لله بقى سهل وبسيط يعني. ما انا لسه دي هتدرب عليها بقى،
بس طبعا عشان انا من الجيل بتاع زمان فغالبا هاخد وقت يعني. لا 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 ده سريع على طول. باذن الله. دكتور ايمن، احنا تجاوزنا ال 30,000 ميجا واط، ده طبقا لحضراتكم في الوزاره، والاحتياطي يتخطى نصف الاحتياجات، يعني ايه؟ ما انا مش فاهم دي بقى. بص يا فندم، احنا الحمد لله ممكن تاكيد لكلام حضرتك من شويه ان احنا عندنا من الانتاج ما يلبي كل الاحتياجات، وعندنا احتياطي كمان يسمح لنا بالتصفيه، وكمان يبقى كمان بيأمن لنا التغذيه الكهربيه لفترات طويله ان شاء الله. فلما بنقول ان احنا عندنا قدرات اسميه دلوقتي موجوده للانتاج حوالي ما يبلغ ما يصل حوالي 59,000 ميجا وات. مش كلها بتبقى متاحه، بمعنى في جزء بيبقى في الصيانه، في جزء ممكن ما اعتمدش عليه عشان حاجات اكثر كفاءه. المهم في النهايه المتاح منها يبقى حوالي من 47,000 ل 48,000 ميجا. عظيم. ده المتاح. لما اقول لحضرتك مثلا ان احنا الاستهلاك بتاعنا او احنا بنحتاج نشغل لغايه 30,000 ميجا، معنى كده ان المتبقي احتياطي، مش فائض، لا احتياطي، جاهز ان هو يخش لما انا احتاجه. فبالتالي اصبح عندي احتياطي مثلا حوالي 17,000 ميجا. وبالتالي ما احتاجش ان انا اقفل محطه، مش محتاج اخفف حمل، انا في عندي احتياطي كافي، اقدر ابدل زي ما انا عايز والمواطن ما يشعرش باي شيء. كويس. وكمان في نفس الوقت ده بيساعد في ان انا اعتمد اكثر على الوحدات الاكثر كفاءه. اكثر كفاءه يعني ايه؟ يعني اقل استهلاك للوقود، زي محطات اللي هي المحطات الكبيره اللي هي بالتعاون مع سيمنز، بالاضافه الى التكنولوجيات الحديثه. وكمان بيسمح لي بالوحدات اللي موجوده تقدر تطلع برامج الصيانه بتاعتها، بحيث ان انا احافظ عليها وفي نفس الوقت تديني الكفاءه العاليه. ده بالنسبه لحضرتك. عايز اقول لحضرتك هو متوقع ان هو كمان هيزيد عن كده، يعني هيزيد عن 30,000. يعني الصيف اللي فات كان اقصى حمل وصلنا له على 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 مدار التاريخ مصر وسيطره على مدار التاريخ لغايه دلوقتي حوالي 34,400 ميجا وات. وكان في احتياطي وقتها اكثر من 13,000 ميجا وات. فبالتالي احتياطي كويس جدا جدا، ومتوقع طبعا مع يعني السنه دي ممكن يزيد عن 34,000 ميجا، يعني ممكن يتخطى 35,000 ميجا. وبرغم كده احنا مطمنين جدا جدا، وبنطمن حضرتك ومطمن المتابعين لحضرتك ان احنا على مستوى الانتاج عندنا الاحتياطي، ومش بس الانتاج، ودي نقطه مهمه، على مستوى كمان الشبكات، شبكات الكهرباء، لان الكهرباء مش بس انتاج وشبكات نقل وشبكات توزيع. لان زي ما مهم ان يكون عندك الانتاج والاحتياطي، مهم قوي ان يكون عندك الشبكات اللي تقدر تنقلها. طبعا ما تقدرش تزبط التيار، تقدر الاجهزه تشتغل باطمئنان. وعلى شبكات التوزيع نفس الحكايه، مع زياده الاحمال ما يحصلش في المحولات والاكشاف والصناديق والحاجات دي كلها يحصل تحميل زياده، فبالتالي يحصل مشاكل، يحصل فصل، يحصل اعطال. فده مهم جدا جدا في التوازي مع الانتاج. والحمد لله احنا يعني الجزئيه دي الحمد لله يعني طورنا فيها يعني على مستوى شبكات النقل بدرجه كبيره جدا. عشان كده تلاقي صعيد مصر، اهالينا في الصعيد ما بقاش في عندهم المشكله اللي كانت موجوده قبل كده، الاجهزه مش قادره تشتغل. أيوة. في مشكله في التغذيه الكهربيه في الدلتا، في الاماكن البعيده عن اماكن الانتاج. طيب دكتور ايمن، بما ان احنا اسمنا وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، وانا عارف ان مصر بتقطع اشواط ضخمه في مساله انتاج الكهرباء عن طريق الطاقه المتجدده، ده بخلاف انتاج الطاقه الجديده والمتجدده والنظيفه والخضراء وما الى ذلك. انا بقعد افكر، هل احنا في عندنا سياسه ما لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام مثلا الالواح الشمسيه، انه اقدر اشجع المطورين بشكل او باخر اللي بيشتغلوا في مدن جديده او اللي بيشتغلوا على المجمعات السكنيه، انه العمارات الجديده ولا البيوت باشكالها تبقى مجهزه بالواح للطاقه الشمسيه؟ والتكلفه اظنها انخفضت كتير عن السنين اللي فاتت، وفي كل الاحوال احنا بنشتري بيوتنا دايما بالتقسيط، يعني ممكن تبقى التكلفه بتضاف على تكلفه البيت، فيبقى كله بالنسبه لي جوه نفس القسط الشهري اللي بدفعه. مش ده هيبقى مفيد بالنسبه لنا ولا شايفين ايه؟
لا بالتأكيد، وهو فعلا دي نقطة مهمة جدا، دي سياسة احنا ماشيين عليها طبعا مع جهات متعددة، يعني بنتكلم على كهرباء، بنتكلم على إسكان، بنتكلم على المياه المحلية، بنتكلم على حاجات كتير جدا في التوسع في الطاقات الشمسية، بالذات الطاقات الشمسية بالنسبة للمنازل. وزي ما حضرتك أشرت، الخلايا الشمسية بدأت الأسعار بتاعة المواد الأساسية بتاعتها بدأت تنخفض، وكمان في نفس الوقت يمكن سياسة الدولة المصرية حكومة تشجيع التوسع فيما يسمى الخلايا الشمسية أعلى أصلح المباني. أيوه. واخد بال حضرتك؟ وبدأت بالفعل التشجيع ده من خلال ما يسمى عدادات صرف القيم، يعني عداد بيتركب مع الخلايا، إنتاج الخلايا الشمسية ديت بيمر على عداد، وفي نفس الوقت الشبكة الكهرباء العادية القومية بتمر على عداد ده. صح. انت حضرتك بتنتج من الخلايا الشمسيه دي، بتدي الشبكه، وفي نفس الوقت انت بتستهلك من الشبكه. فالانتاج بتاعك بيحصل العداد ده بيعمل مقص ما بين الانتاج بتاعك وبيتم حسابه باعلى شريحه، وما بين الاستهلاك بتاعك، بحيث ان هو يقلل لك ده اول حاجه، يقلل لك قيمه الاستهلاك بتاعك. ثاني حاجه بتبقى طاقه نظيفه، وفي نفس الوقت الشركات زي ما حضرتك اشرت، الشركات والمطورين اللي بيعملوا في هذا الاطار المجال دلوقتي بقى عندهم في اقبال كويس جدا. ده سمح بدخول البنوك والوكالات التمويل، بحيث ان هو يقسط للراغبين في انشاء الخلايا الشمسيه. وكمان في نفس الوقت عايز اقول لحضرتك، شركات التوزيع احنا عندنا 9 شركات توزيع تبع الكهرباء. ايوه. بقت تعمل نفس القصه، ان هو ممكن تركب الخلايا الشمسيه دي للتوفيق للراغبين في القصه دي عن طريق اللي هو عددات صرف قياسيه متر. وفي اقبال الحمد لله يعني كويس جدا جدا، ومتوقع ان شاء الله ممكن مع كمان ان احنا الحمد لله عندنا نسبه السطوع بتاع الشمس يعني كويسه جدا، وكمان في نفس الوقت مع التطوير اللي بيتم فيه تخزين وسائل التخزين الكهرباء، لان الشمس بالنهار موجوده، طب بالليل فمحتاجه بطاريات تخزين علشان تقدر تخزن الطاقه. فبطاريات التخزين في البدايه كانت تكلفتها عاليه جدا، بدات تنزل مع التكنولوجيات الحديثه، فده هيساعد في الاقبال اكتر واكتر ان شاء الله. يا ريت يا ريت. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. انه الحقيقه الفن دايما شيء اكتر من رائع، اكتر من مبهج، وبالذات لما يبقوا الفنانين الكبار، النجوم الكبار جدا اللي ملأوا الوطن العربي باصواتهم وبكلماتهم وبمزيكتهم واشاعوا كل البهجه، زي الفنان الكبير النجم اللامع دائما وليد توفيق، واللي بيطرح اغنيته الجديده مصر يا ام السلام، وصورها في منطقه الاهرامات. مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، والله منورنا يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. مساء الفل والسعادة والورود والرياحين، ازيك؟ ومساء الفل والياسمين لكل المشاهدين علينا جميعا، كل اللي عاملين معك بالاستديو يا حبيبي. يعني اولا مبروك على الاغنية، الله يبارك بعمرك يا رب. ربنا يخليك يا رب. وعايزك تكلمنا عن الاغنية، الكلام، اللحن، وليه قررت طرحها اليومين دول؟ والله انا كان عندي في الغردقه، كنت مدعو على ميس إليت انتخاب ملكه جمال. حلو. وكان الحفل جميل جدا. وتمتعت بسوما بيه والغردقه، المكان جميل حلو. فصورت على طول هناك، جاتني فكره صورت 2 فيديو هناك. والله اغنيه جديده اسمها احنا اصحاب السعاده لمحمد يحيى. حلوه. واغنيه ثانيه بتقول كان قلبي مملكتي عاشق الملكه، وبيشوفها بعدين بيحصل له بينزل من عرشه بقى وبيحب بيبقى سايح بالحب. وانا في مصر الحقيقه، انا بقالي غايب مده بعد الكورونا. ايوه. الحمد لله خلصنا منها. الحمد لله. بقالي مده غايب انا عن القاهره. بهرت بالقاهره. كنت اسمع وانا هنا في لبنان وانا في دبي، روحوا شوفوا ايه اللي بيحصل، الشوارع منوره، التجمع الخامس، الشيخ زايد، القاهره. فكنت انا عم بروح على الاستوديو كل يوم عم سجل اغنيه، فكل يوم نازل بالعربيه رايح جاي اشوف. ما شاء الله، الله يحمي مصر يا رب يا رب. انا عارف رغم الظروف الصعبه اللي عايشينها كلنا دلوقتي،
شوفوا لبنان دلوقتي اللي كان بلد الجمال والخير، النهارده ما عندناش ده كهرباء، ما عندناش حتى الموظف اللي كان معاشه 1000 دولار بياخد 60 دولار دلوقتي. يعني حاله، شوف سوريا صعب، الموظف ب 4 دولار، حالتنا كلها صعبه. لكن اللي الانتهاء اللي شفته في القاهره رغم الظروف، الناس عايشه وبتاكل الحمد لله، والمدن منوره بطريقه جميله والسيارات. فانبهرت، فانا كنت عامل اغنيه عن مصر بركوك الحبايب بعد الثوره، وجت كورونا ما قدرتش اصورها الحقيقه. انا لحنتها في بيروت ووزعتها مع اسلام مرغني في مصر، كنت عايز اصورها، فقلت فرصه طالما النور ده مشعشع في مصر وطالما الحاجات اللي انا شايفها حلوه فاخش اصورها على طول. فاخذت القرار وحجزت، صورت بالهرم، صورت بالنيل، صورت بالشوارع اللي منوره كلها، وان شاء الله هيكون المنتج اليومين دول تشوفوها باذن الله تعالى. باذن الله. استاذ وليد، يعني قلت لي حاجه حلوه جدا، انه كان بقالي فتره غايب عن القاهره، ولما رجعت للقاهره تاني حصل لي حاله انبهار. عارف انه لما بنكون احنا، والله العظيم مش بجامل، انا لا والله صادق، انا امريكا، انا عايز احلى من امريكا وحياتي. الله يجبر بخاطرك. عارف احنا دايما لا لما بنبقى بتكلم جد، والله لا صادق جدا، انا لسه جاي من كندا وامريكا، انا لسه جاي. انا ليه بسال كده؟ علشان احنا كقاهريين بالتحديد يمكن، او مصريين بشكل اكثر عموميه، احنا جوه فممكن ما نبقاش شايفين قوي، يعني احنا جوه المساله يوميا مش واخدين بالنا. لما حد بيغيب وبيرجع هو اللي بيبقى شايف الفروق عامله ازاي. حاسس ان الفرق عارف كتير. معلش معلش، عارف نضحك شويه، زي اللي عنده ست حلوه بيشوفها كل يوم فما بيقعدش يشوف جمالها كل يوم. فعشان كده الغايب لما بيرجع بيحس بالفرق جدا. سلام، الفرق سلام كبير قوي للدرجه دي على شوارع او على لا 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 لا. انا الحقيقه ذهلت، مبسوط لانه انا بموت في مصر وشعب مصر. انا مصر حبيبه قلبي، المدينه اللي بحبها واللي ليها فضل عليا ونجومها كلهم اشتغلت معاهم وكبروا اسمي، فانا بفرح لمصر يعني. طب طمني على بيروت، لان انا اصلي من عشاق بيروت ولبنان كلها بصراحه. طمنا على لبنان وعلى هذا البلد. غريب، هذا البلد غريب رغم الوجع اللي قلته. انا يمكن المصريين اخواني اللي ما بيجوا هنا بالسياحه بيقولوا ايه ده، المطاعم كلها مليانه، الناس كلها ماشيه حالها. هو اللي اكلها طبعا الجرح اللي فينا هو انفجار المرفأ. طبعا ده كان صعب جدا، شهداء وناس اتدمرت، وافلاس البنوك كمان اللي حصل ده شيء كمان. المتقاعدين والموظفين يعني هم اللي انذبحوا ذبح دول، في كارثه ربنا يخلصنا منها. لكن البلد جميل، حلو، البلد حلو، الناس تعبانه جدا. املنا بالله عز وجل انه نطلع من الحفره اللي احنا فيها يا رب يا كريم عليك. لا بس اصل لبنان على راي ست فيروز ده الاخضر الحلو، فهيفضل طول عمره اخضر والله وحلو. والله كنا في استديو كنا بنتناقش، فقال لي يا راجل الحمد لله عندنا كهرباء، ده في بيروت مفيش كهرباء. لا كل مطارات مفيش ميه، مفيش كهرباء. ترجع ده احلى من الاول. والله لبنان دي تستاهل كل حاجه حلوه. انا مش بقول كده، كاني بلمع صورة. لا انا عارف شو وجع، وعارف الجنيه النهارده صعب، وعارف بس الحمد لله، الحمد لله احسن من غيركم بكتير، الحمد لله ربنا. نعمه من ربنا الحمد لله. انا بشكرك جدا 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 على المداخله، ونورتنا وشرفتنا، والف مبروك على الغنوه، والف شكر على كل الكلام الحلو اللي يرفع الحاله المعنويه كده ويفرحنا ببلدنا. وفعلا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، البني ادم لما بيبقى غايب عن الحاجه هو اللي بيقدر يقيم حجم الاختلاف عامل ازاي. زي بالظبط كده ابنك وهو عايش معاك، انت ما بتاخدش بالك ان هو طول وكبر وصوته خشن، لكن لو حد ما شافوش من فتره طويله هيجي يقول لك ايه ده طول، ده كبر، ده رد، ده صوته مش عارف بقى خشن ده، وهكذا. وده حل بلدنا، احنا بس مش شايفينها كويس. البلد طالعه لقدام في ظل الظروف الصعبه، بس احنا قدها وقدود، قدها وقدود، ولسه معرض الزهور بيتعمل. طبعا المرة أو الدورة رقم 90 لمعرض الزهور عندنا، أسعاره في المعقول، في المعقول بتاع اليومين دول برضو، يعني الأسعار تبدأ من 10 جنيه. تشوف بقى كل أنواع النباتات والشتلات والزهور ونباتات الزينة اللي بتتزرع على مدار العام. مصر دي درة البلاد وغوث العباد،
اعرفوها وعرفوا قيمتها. تعالوا نروح نشوف معرض الزهور وبالمرة نعرف أسعار المستلزمات إيه، لعل مثلا نكون عاوزين نجيب حاجة نزين بيها البلكونة نحطها على سطح البيت. الجمال ثقافة. شوف التقرير وبعدين فاصل ونكمل الكلام. يعني هذا العام معرض زهور الربيع بيقام في المتحف الزراعي، احنا النسخه رقم 90، وهذا العام الحقيقه بيحظى باقبال كبير من العارضين. احنا عندنا اكثر من 200 عارض مش بس لنباتات الزينه والزهور، هذا العام بيضم كل التخصصات وكل المجالات المتعلقه بهذا النشاط، وبالتالي اي حد بيفكر ان هو يستغل مساحات غير مستغله عنده في البيت، في الاسطح، في البلكونات، كل ده هيلاقي كل المستلزمات وكل احتياجاته متاحه هنا في المعرض، اضافه لان كمان في كتب ارشاديه ونشرات ثقافيه زراعيه يقدر يشتريها ويقدر ياخدها من خلال هذا المعرض. هذا المعرض الحقيقه هذا العام احنا بنتكلم على 100 مليون شجره، وده في ضوء مبادره سياده الرئيس لزراعه 100 مليون شجره. كمان احنا المعرض مستمر لمده شهر باذن الله من تاريخ افتتاحه من النهارده، وهنفضل مستمرين ونستقبل كل الساده الزوار خلال فترات المعرض. هو صراحه في عمليه تنظيميه جميله جدا، في شركات قطاع خاص كتيره جدا عارضه نباتات زينه مستورده ومحليه، وفي طبعا القطاع العام ممثل في قسم بحوث الزينه، حديقه الزهريه، قطاع الانتاج، معظم قطاعات الوزاره عارضه. احنا بنعرض نباتات زينه سواء كانت نباتات داخليه او نباتات خارجيه. النباتات الداخليه تتحمل الاضاءه الضعيفه، والنباتات الخارجيه ممكن زراعتها في الاوبن فيلد في الشمس. والله الحقيقه انا مهتم بالزراعه عموما يعني، لكن فكره وجود شتلات متخصصه لحاجات نباتات وفواكه، وفكره الحاجات الارشاديه اللي بتوجه المواطنين ان هم يقدروا يزرعوا ويقدروا يبقوا عندهم حاجات اكتفاء ذاتي من الزراعه، انا شايف ده مركزين فيه بشكل كبير قوي في المعرض، وشايف فيه تنوع بصراحه. يعني يمكن انا جيت مره قبل كده بس من فتره ما كانش بنفس التنوع ونفس الشكل ده، انا شايف فيه اهتمام كبير الحقيقه جدا بالشكل وبالطريقه عرض الزهور وطريقه عرض النباتات. التنسيق جميل وفي انواع كده من النباتات موجوده. انا جاي اخد عنب عشان ازرعه فوق عندي، وليمون وبرتقال ومشمش عشان ازرعهم في الجنينه عندي. مرض الربو بالذات في اليوم التراب اللي احنا فيه ده، فاحنا جايين في الجول سبحان الله. جهود الدولة الحقيقة الدولة بتبذل جهد محترم جدا في مواجهة مرض الربو، وبالمناسبة هذا المرض أصاب تقريبا 360 مليون بني آدم حول العالم. طيب ازاي نتقي هذا المرض؟ ازاي نتجنب امراض ما بين الفصول؟ خلوني ارحب وبشده بالدكتور اشرف عقبه، استاذ البطنه والمناعه بجامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. مرض الربو والنهارده في تراب، يعني الفقره جايه على المقاس، لكن انا ما كنتش اتصور ان في 360 بني ادم حول العالم اصيبوا بهذا المرض. بيعتبر مرض الربو الشعبي الحقيقة من الأمراض المزمنة اللي بتصيب ناس كتير في العالم كله. على مستوى العالم الحقيقة نسبة حدوث المرض يمكن من 3-6% في يعني الدول، باختلاف طبعا الدول اللي ممكن يكون فيها زيادة شوية أو أقل شوية. هو واحد من الأمراض المزمنة المعروفة طبعا اللي بتسبب ضيق في التنفس وكحة وأزيز في الصدر وصعوبة في التنفس عند المرضى. ممكن طبعا تبقى الحالات بسيطة في معظم الحالات يعني، وخاصة في التوقيت اللي احنا بنعيشه دلوقتي، لأنه بدأ يزيد الوعي بالعلاج والناس إنها تاخد العلاج بشكل منتظم علشان ما يحصلش نوبات من ضيق النفس الشديد. لكن طبعا ممكن تكون نوبات شديدة، وخاصة مع الجو المطرب اللي احنا بنعصره اليومين دول، علشان كده بنحذر أصحاب هذا المرض من انهم يتعرضوا للجو اللي فيه أتربة كتير، لانه ده من الحاجات اللي ممكن تثير نوبات الحساسية عندهم وتكون سبب في نوبات شديدة قد تحتاج في بعض الأحيان لدخول المستشفى.
عشان ممكن يضطر يدخل المستشفى؟ طبعا ممكن، زي ما بنقول انه الحالات احنا بنقدر ان احنا نقيمها الى حالات بسيطة او متوسطة او شديدة او شديدة جدا او شديدة الى حد انها تهدد حياة هذا الشخص. طبعا الحالات الشديدة قوي والحالات اللي بتهدد الحياة دي ممكن طبعا ان احنا نحتاج فيها دخول المريض للمستشفى وكمان للرعاية المركزة واستخدام بعض الأدوية او الوسائل العلاجية اللي هي بتاعت الرعاية المركزة. صحيح. طب انا استاذ حضرتك، احنا معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. اهلا بك يا دكتور حسام. ازاي الصحة؟ وحضرتك بالصحة والسلامة طبعا معانا داخل الاستوديو مشرفنا دكتور اشرف عقبة استاذ البطنة والمناعة جامعة عين شمس، وكنا بنتكلم على مرض الربو، وفي نفس الوقت انا محتاج هنا اسال دكتور حسام، ايه الجهود اللي بتقوم بها الدولة لمكافحة هذا المرض او لمواجهة هذا المرض في مصر؟ احنا الحقيقة لسه يمكن من اقل من يعني 3 أو 4 أيام كان عندنا مؤتمر كبير برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لأمراض الجهاز التنفسي وعلى رأسها الربو. احنا بالإضافة إنه في عندنا قسم أو إدارة خاصة في وزارة الصحة مسؤولة عن الأمراض التنفسية ومن ضمنها الربو أو أمراض الرئة. في عندنا جزء خاص بالتوعية وفي جزء خاص بمستشفيات الصدر. احنا عندنا مستشفيات صدر منتشره في كل المحافظات في 25 محافظه تقريبا. عظيم. التطوير اللي حصل في مستشفيات الصدر خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا يعني زي ما بيقولوا من وسط المحنه تولد المنحه، واحده يمكن من ضمن الفوائد القليله التي استفاد منها العالم في من جائحه كورونا هي الاهتمام بمستشفيات الصدر. طبعا. والحرص على تطوير مستشفيات مستشفى صدر العباسية حصل لها تطوير كبير جدا وتم تزويدها بأجهزة ومعدات يمكن رقم زاد عن 100 مليون جنيه. طيب مستشفيات الصدر في كل المحافظات النهارده في بروتوكولات، يمكن استاذنا الدكتور اشرف عارف ان في بروتوكولات ما بين وزارة الصحة والجامعات المصرية والاساتذة في الجامعات المصرية في الامراض الصدريه او امراض التنفسيه. طيب دكتور حسام، مش هينفع تبقى معانا وما نسالش على الاحتياطات الواجبه بخصوص اهالينا اللي مسافرين حج باذن الله؟ خلينا نقول انه احنا عندنا ارشادات خاصه بالحج تنقسم الى ما هو قبل السفر. قبل السفر احنا الارشادات اللي بخص بها وزاره الصحه بضرورة أخذ التطعيمات والتحصينات اللازمة اللي بيلزمنا بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية زي الحكومة الشوكية، والمفروض إنه الفترة اللي هياخد فيها الإقامة تكون في ذلك عن 3 سنوات، يعني آخر 3 سنين لازم يكون حصل على لقاح الحكومة الشوكية، إن ما كانش يبقى ياخد السفر لقاح فيروس كورونا المستجد. ما زال ضروريا حتى بعد ان اعلنت منظمه الصحه العالميه انتهاء حاله الطوارئ العالميه، لكن لازم ياخذ اللقاح جرعتين من موديرنا او فايزر او استرازينيكا او سينوفار او سينوفاك او سبوتنيك او جرعه واحده من لقاح جونسون، واللي فات عليه 6 شهور من اخر تلقيح ياخذ جرعه تنشيطيه واحده من اي من هذه اللقاحات باذن الله. ده الزام. حلو. لكن احنا بنوصي وزاره الصحه بالاضافه الى هذه بانه الناس تاخد كمان لقاح الانفلونزا الموسميه، خصوصا الحوامل والاطفال دون سن 5 سنوات وكبار السن او المصابين بالامراض اللي تؤدي الى نقص في المناعه. اشكرك جدا يا دكتور حسام، كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. اعود مرة تانية لدكتور اشرف، بما انه الربو من الممكن ان يؤدي الى مضاعفات تؤدي ان انا ادخل المستشفى واخش عناية مركزة ومستلزمات، هل في امور يعني هو بيجي لي بناء على الايه؟ هل هو مرض مناعي ولا هو هل بسبب مثلا موجات ترابيه زي دي ولا هو حاجه اقرب لانواع من الحساسيه الصدريه؟
مهم عندنا ان احنا نبقى فاهمين بصراحه، وبالذات انه مش عايز اسميها كده، بس احنا كتير جدا ما بنبقاش عارفين الحاجه وبننزل نفتي ونخش على الصيدليه نطلب ادويه ونقعد نبلع في دواء، واحنا عمليا انا اظن بنرتكب يعني جريمه في حق انفسنا. هستأذن حضرتك، هنطلع فاصل وافهم الحته دي، ولكن عندما نعود بعد الفاصل. أنا قلت جملة على سبيل المداعبة مع دكتور أشرف، قال لي بالمناسبة دي صح. والله مش هقول لكم هي إيه دلوقتي، الأول خلوني أجدد ترحيب بدكتور أشرف عقبة، أستاذ البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. ودكتور أشرف في الفاصل شرح لي حاجة عمري ما كنت أتصورها متعلقة بالجهاز المناعي والحساسية. اتفضل يا دكتور اشرح لي. عايزين بس نفهم الناس، المناعة هي أولا جزء من جسمنا، وبالتالي يتأثر بحالتنا الصحية عموما. فأي حد مثلا بيدور على إن هو يقوي المناعة، طيب تقدر تقوي القلب، مفيش حاجة كده. تقدر تقوي الجهاز الهضمي، مفيش حاجة. وبالتالي مفيش حاجة اسمها نقوي المناعة. أنا لما أكون بتكلم على المناعة أنا عايز مناعة متوازنة، لأنه المناعة لو ضعيفة هيحصل التهابات ويحصل أورام، ولو المناعة قوية هيحصل حساسية وأمراض المناعة الذاتية. وبالتالي أنا مش عايز المناعة تكون لا ضعيفة ولا قوية، أنا عايزها متوازنة متكافئة، لأنه النظام المناعي في جسمنا زي ما هو بيهاجم هو كمان مسؤول عن الإصلاح وعن إعادة البناء. يعني لما بيحصل مثلا أنه جسمنا يتعرض إلى أي شيء ضار حتى لو خبطة، ممكن الجهاز المناعي يبدأ يتخلص من الجزء اللي اتضرر، وبالتالي ويساعد في إعادة البناء مرة تانية. علشان كده المناعة المفروض إنها إحنا عايزينها متكافئة وتتأثر بالحالة الصحية عموما. إزاي بقى أنا أخلي قلبي كويس؟ إزاي أخلي معدتي كويسة؟ إزاي أخلي عضلاتي كويسة؟ كل ده برضو بيأثر على المناعة. وبالتالي التعرض للشمس، التغذية السليمة، استنشاق الهواء النظيف، ممارسة الرياضة، عدم التدخين، البعد عن الضغوط النفسية، هي دي يعني الوسائل العمومية لإني أحصل على مناعة متوازنة وسليمة. أما لو حبيت إن أنا أحصل على مناعة متخصصة علشان أقاوم مرض معين، في الحالة دي أنا محتاج أخد اللقاح بتاع المرض ده، فيقوم يبقى عندي أجسام مضادة مستعدة لإنها تقاوم المرض اللي إحنا بنتكلم عليه. بجهز جسمي. يبقى أنا كده باخد مناعة متخصصة ضد مرض معين. طبعا احنا الأطفال لما بيتولدوا بنبدأ نعمل لهم برنامج تحصين، وندلهم لقاحات من بداية أول ما يتولد، وخاصة في السنتين الأولانيين. والغرض في التحصين ده إن أنا أديله لقاحات تخلي جسمه يقدر يبقى عنده مناعة ضد أمراض احنا بنخاف منها. زي مثلا إن شاء الله الأطفال، زي السعال الديكي، السعال الديكي، زي أما الشوكية بالضبط، والغدة النكفية وغيرها، والدرن وهكذا. هو الغرض بقى يعني ان احنا لما نيجي نتكلم على المناعة يبقى عندي وسائل بنسميها وسائل عمومية، ان انا لازم اهتم بصحتي عموما بالطرق الطرق العادية. يعني مفيش حد مثلا يتفلسف ويقول كل مش عارف ايه بالذات، لانه ده معناه ان احنا كاننا بنحرم اللي ما بياكلش من نفس الحاجه دي ان هو صحته تبقى كويسه، مع انه هو لو بياكل تغذيه صحيه بتحتوي على المكونات اللي الجسم بيحتاجها زي الفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقت السعرات الحراريه الكافيه. يعني انا عايز طفل مثلا يكون بيتغذى بياخد البروتينات والكربوهيدرات والدهون بشكل يخلي السعرات الحراريه بتاعته سليمه، وما يحصلوش حاجه من اتنين، يا اما نبص نلاقيه عنده سمنه مفرطه، او نبص نلاقيه عنده هزال. وكمان ياخد احتياجاته اليوميه فقط من الفيتامينات بدون مبالغه، لانه الناس ساعات بتبالغ. في ناس بتعتبر انه ياخد فيتامين كتير ده كويس، في حين ان بعض الفيتامينات ممكن تسبب كوارث في الجسم لو زادت عن الحد. بالظبط. الا اذا كنا محتاجينها،
يعني واحد عنده نقص في الفيتامينات بالظبط، او اثناء تعرضه لبعض الامراض مثلا اللي احتياجه فيها بيزيد، او تعرضه لظروف زي مثلا الست الحامل او اللي بترضع، دي احتياجها من الفيتامينات بيبقى اعلى صحيح من لو ما كانتش في نفس الظروف دي. وبالتالي الاحتياجات اليوميه بتتغير بالسن والظروف، واذا كانت زي ما بنقول حامل او بترضع، او ان هو بيعاني من مرض نقص من هذه الفيتامينات. الشيء الثاني اللي حضرتك سالت عليه اسباب الربو ايه؟ احنا عندنا اسباب بنسميها اسباب جينيه او استعدادات وراثيه، الى جانب اسباب بيئيه. اذا اجتمع الاثنين ممكن يحصل الربو. طبعا الشخص او الطفل الصغير اللي عنده الاسباب الجينيه اللي تخليه يبقى استعداده لحدوث الربو اعلى، ده بيبقى لو تعرض بقى لمثيرات للحساسيه، نبص نلاقي انه بتجيله نوبات الحساسيه دي. والمثيرات دي الحقيقه مثيرات كتيره، هنا الجسم بقى يبدا يتعامل مع هذه المثيرات على انها عدو كانه حاجه غريبه، وهو ده اللي بيخلي بنقدر نقول عليه انه حساسيه، يعني فرط في استخدام المناعة بزيادة عن اللزوم. يعني واحد مثلا يتعرض إلى شوية تراب أو روائح نفاذة، الشخص العادي ممكن أنه يتعامل معها بشكل عادي ما تؤثرش على الشعب الهوائية عنده، لكن مرضى الحساسية هنا بيشوف دي على أنها حاجة مثيرة ومستفزة للنظام المناعي، فيبدأ جسمه يطلع كيماويات تخلي فيه تقلص في الشعب الهوائية تضيق، وكمان إفرازات من الشعب الهوائية الخلايا المخاطية اللي جواها تزيد، فيبدأ يحصل انسداد في الشعب الهوائية أو ضيق في الشعب الهوائية بتسبب الكحة والأزيز وضيق النفس والتزييق اللي الطفل أو الشخص اللي عنده الحساسية بيعاني منه. في بقى هنا فرضيات الحقيقة مهمة جدا وبدأ يبقى فيه اهتمام بيها. أول حاجة إنه بعض الأدوية والإضافات الغذائية أصبحت دلوقتي كتير جدا، ويمكن التكنولوجيا اللي بتستخدم إضافات غذائية على الأكل اللي احنا بناكله بشكل يومي، وخاصة المعبأ والمجهز، يقولوا لبن معزز بفيتامين دال، مش عارف إيه معزز بفيتامين ألف، المواد الحافظة يمكن أكتر كمان، لأنه دي هو عايز يخلي العبوة نفسها عمرها أطول. فبالتالي المواد الحافظة دي ممكن تكون مثيرة ومستفزة للحساسية، فيجيله نوبات من الحساسية نتيجة استهلاكه للحاجات دي بشكل كبير. كمان بعض الأدوية اللي بناخدها بشكل خاطئ، زي مثلا مثبطات بيتا. مثبطات بيتا دي احنا بنستخدمها في بعض الأحيان كدواء للضغط، دي لو استخدمناها في مكان خاطئ أو في شخص خاطئ، يعني غلط، مش هو ده اللي محتاجها، نبص نلاقيها بتجيب له نوبات الحساسية. أو بعض الأدوية برضو بتاعة الضغط اللي ممكن تكون مسببة للحساسية، مش عايز أذكر يعني المسميات، لكن بعض أدوية الضغط ممكن تكون سبب للحساسية. كمان في بعض الحاجات اللي ممكن تكون سبب للحساسية، مثلا الأم المدخنة أو اللي بتاخد أدوية أثناء الحمل بشكل خاطئ أو بشكل مكثف مثلا، ممكن ده يزود استعداد الطفل للحساسية. كمان بعض الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها بشكل خاطئ، وخاصة التمدين الزائد، وهنا دي بيسموها الفرضية الصحية. الفرضية الصحية الحقيقة بدأت تظهر في 10-15 سنة الأخيرة، وجد أنه معدلات الحساسية في العالم بدأت تزيد، يعني من 20 سنة ما كانش معدل الإصابة بالحساسية في العالم بنفس المستوى، وده نتيجة انه الناس بقت بتعيش داخل البيوت اكتر من خارج البيوت، وداخل البيوت فيه مستفزات كتير، الى جانب انه هو ما بيتعرضش لبعض البكتيريا اللي في بعض الاحيان بيكون جسمه محتاجها. كمان الطفل اللي بيتولد بالعملية القيصرية، هنا وهو بيتولد بالعملية القيصرية ما بيعديش في القناة اللي المفروض انه هو اثناء الولادة يستنشق بعض الميكروبات اللي موجودة فيها، وبالتالي يبقى استعداده لحدوث الحساسية أعلى. وجد أن الأطفال اللي بتتولد بالقيصرية بيجي لهم حساسية بنسبة أعلى من اللي ما بيتولدوا كده، أنا فهمت ولادة طبيعية، بس أنا جاي قيصرية
ما انا كده فهمت الحساسيه اللي عندي في عيني كل ده عشان انا ما اتنفستش الحاجات اللي المفروض اتنفسها. قلت لهم الكلام ده من بدري محدش سمع الكلام. قلت لهم يا جماعه انتوا ارتكبتوا في حقي حاجات غريبه. كمل يا فندم. تمام. وبالتالي اصبح بقى في بعض المسببات للحساسيه احنا بنعيشها كتير بزياده عن اللزوم عن الاجيال السابقه اللي سبقونا قبل كده، وده خلى معدلات الحساسيه تبقى زياده في الفتره الاخيره. كمان بعض زي ما قلنا الاضافات الغذائيه واحده من الحاجات الحقيقه المسببه للحساسيه بشكل كبير. في بعض الامراض بقى اللي فيها الاستعداد الوراثي زياده شويه. نبص نلاقي مثلا انه بعض الناس عندهم حساسيه في الانف والشعب الهوائيه، وكمان بيجي لهم اكزيما او ارتكاريا مزمنه وهم اطفال. الثلاثه دول عندهم استعداد للحساسيه بزياده نتيجه انه عندهم عيوب وراثيه تخلي هذا الاستعداد موجود يعني زياده عن اللزوم. وبعض الناس اللي عندهم بعض الامراض اللي بتصيب الاوعيه الدمويه ممكن يجي لهم برضو نوبات من الحساسيه وضيق النفس وزياده في نسبه الخلايا اللي بنسميها الايزينوفيلز اللي هي مسؤوله عن افراز كيماويات ممكن تعمل ضيق في الشعب الهوائيه وزياده في افراز المخاط فبتخلي عنده حساسيه. طب واللي هم عندهم الحاجات دي وراثيا دي ملهاش علاقه خالص، يعني اللي عنده حساسيه في مناخيره عشان عيب وراثي او اللي عنده اكزيما او دي كده ملهاش علاج؟ طيب خلينا نكون صراحة، اللي بيعاني من الحساسية حسب التعريف الدولي ليها، هنا احنا بنسعى في العلاج الى من نسميه أسمى كنترول. يعني السيطرة على المرض. أيوه. فمثلا بالنسبة لحساسية الصدر احنا السعي فيه في العلاج هو الكنترول. والكنترول هنا ليه تعريف، التعريف بتاعه انه هذا الشخص يكون عنده ما بتجلوش نوبات طول الوقت في اليوم، وفي نفس الوقت بيعرف ينام بالليل من غير نوبات من الحساسية، وما بيستخدمش البخاخة بتاعته بمعدلات عالية، وإن هو النوبات بتاعة ضيقة النفس والأزيز الصدر وكده تكون أقل، وهو نفسه تقييمه لحالته شكلها إيه. إذا كان التقييم ده كل واحد بياخد 1 من 5، فإذا كان هو من 20 لـ25 يبقى معنى كده ان هو كنترولد. اذا كان من 15 لغايه 20 يبقى حالته متوسطه. اذا كان اقل من 15 يبقى احنا بنتكلم على شخص ان كنترولد خالص، وبالتالي علينا بقى ان احنا نستخدم الادويه بالتدرج. تدرج الحقيقه ده في توصيات عالميه بالنسبه لعلاج مرضى الحساسيه. توصيات الحقيقه، وهنا دي نقطه مهمه لازم يعني نضغط عليها، انه من يعاني من الحساسيه المفروض ان هو الحساسيه ده مرض التهابي، فبالتالي سواء عنده نوبات او ما عندوش احنا محتاجين نديله علاج حتى لو مش اثناء النوبه، لان هنا العلاج وقائي وكمان علاج اثناء النوبه. فبنديله علاج وقائي علشان نقلل من حدوث نوبات، ونديله علاج اثناء النوبات عشان نخفض من الاعراض اللي هو بيعاني منها، وده بنعمل له تقييم طول الوقت علشان نشوف هل هنتدرج للمستوى. برضو فيه هنا 5 مستويات، هنتدرج من المستوى الأول للتاني للتالت أو الرابع أو ننزل إذا كانت حالته بتبقى تم السيطرة عليها. كلام حلو جدا دكتور، يا ريتني كنت قاعد مع حضرتك من زمان، انا اتشرفت الحقيقه بالمقابله. كل الشكر ليك يا دكتور اشرف بجد يعني، وشويتين برضو شرحت لنا شويه حاجات في ظل هذا الوقت الضيق، بس انا شخصيا هبدا اركز في شويه حاجات جدا مع نفسي ومع ابني بالتحديد. اشكرك جدا يا دكتور اشرف. شكرا. كل الشكر للدكتور اشرف عقبه استاذ البطنه والمناعه بجامعه عين شمس. خلصت الحلقه صحيح، لكن زميلي العزيز رجائي رمزي بقى هيكون موجود معاكم حالا بالا وبرنامجه رقم 10، اما انا لو كلنا العمر فهنتقابل بكره باذن الله في برنامجكم 9. سلامات.